شو معلم صلاح، كيف العائلة؟ الحمد لله بسلم. ماشي الحال؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. الله يعطيك العافية. قديش بدنا نخلص هلا؟ شي 10 دقايق. ايه يلا ماشي الحال. ليك ما سألتك مصطفى ابنك كيفه؟ منيح بسلم عليك. بعده بالمطعم؟ بعده. سلم لي عليه. الله يسلمك. ذكي الصبي، شاطر كثير. الله يسلمك. دير بالك عليه، علمه للآخر. ها؟ على راسي. ما في مثل العلم. تسلم. مرحبا. أهلا مرحبا. كيفك خيي؟ أهلين. شو عم تعمل؟ عم تعبي مي؟ ايه عم نعبي مي مثل ما انك شايف. اللي بيعيش بهالبلد ما بده يعبي مي؟ ايه. الله وكيلك ووكيل السما والارض. يوم ايه يوم لا بدك نقله. 25 برميل وضرب بخمسينات وبستينات. هيدا الزلمه المعلم صلاح. كيفك؟ صرنا مثل الاخوه نحن وياه، رايح جاي رايح جاي لعندي. خي هيدا بلد ما بيزبط، هيدا بلد بده 60 سنه و70 يوم تيزبط، ما بيزبط. لك معقول؟ معقول انا زلمي هلا بدل ما اكون بشغله بدي اعبي مي لمرتي وروح على الشغل، عندي 4-5 اولاد، كل يومين ثلاثه بدك 20 برميل؟ يعطيك العافيه. والله كثير هالقد ولا؟ يعطيك العافيه. شو ماشي الحال؟ الحمد لله. ليك خيي بدي اسالك شغله، في بيت استاذ عباس شاهين هون بالبنايه؟ نعم؟ عباس شاهين هون بالبنايه؟ انا عباس شاهين، مين حضرتك خير؟ حضرتك استاذ عباس، كيفك؟ إيه؟ اهلين الحمد لله. انا من شركه المي. إيه؟ بدنا في الفواتير، في عليك فاتوره. شوفي علي لحظة، شوفي علي فاتورة 365,000. 365,000 شو فاتورة؟ شو فاتورة المي؟ أنا من شركة مي. لك ما بعدنا عم نحكيك، لك شو عم نعبي؟ طيب عبي يا خي، شو بدك؟ شو اللي معك؟ عبي ساعة بدك، بس بدك تدفعي الفاتورة لأنه عليك مي. يا خي شو هي المي عم تجي أصلاً؟ ما عم نقول لك كل يومين بدنا 20 برميل، هيدي على شو 365؟ يا خي ما هيدي الاشتراك السنوي، ما أنت لو بتدفع المصاري اللي عليك بتوصلك المي. بخيطيني مي؟ لا بعطيك لا. مصاري مش هون، هيدي مش هون. هون بتدفع اللي عليك، نحن عنا اعطال ما نظبطهم، بنجمع على المصريات وبنشوف، يمكن نعطيك مي يمكن لا، بس دفع المي. شو الاسم الكريم؟ نعيم. يا خيي نعيم. ايه حبيبي. انت لما بتروح تشتري شغله مش بتاخذها وبتدفع حقها؟ هيدي مش بهيدا البلد يا خيي. تقلب شغله، دجاجه قبل او البيضة؟ هيدا السؤال اذا بتجاوبني عليه انا. لا هلا شو عم تفتلي بدجاجه وبيضه انت كمان؟ هيدي غير فعل اللي عليك غير رب العالمين ما بيحلها. يا خي ما تعلي لي صوتك بالعالي، فعل اللي عليك بالاول، بيوصل لك المي، بنشوف امتى بنبعث لك المي. يا خي جيبوا مي لندفع. فادنا نجيب لك المي. امنتوا بالله على هالنهار؟ خلصت يا معلم؟ بعد لسه حليتين ثلاثه بس. يا خدنا شو نقله على شركه المي 10 نقلات تنعت المواطنين، فعل على الخليط. احو اتفق معه. هلا انا بحكي معلم صلاح. ايوه. طب اخذ لك كل يوم شي 50-60 برميل وعبيلوا لشركة المي ليعطونا لقلنا مي. منيحك؟ نعمل حساباتنا، نحن بعدين 50,000 تكلفك 60,000 المواطن. يلا دفع عليك هلا خيي خيي.